أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من قضايا. صدر قانون الإيجارات منذ سنوات، بس للأسف لم يرضي لا المالك ولا المستأجر كما يجب. المالك بيقول إنه القانون لم ينصفه إنصاف بشكل كامل 100%. المستأجر بيقول إنه القانون رح يشارده للشارع. مقابل هالمعادلة شو هو الحل؟ وين الخلل؟ شو المشكلة؟ وشو ممكن ينعمل مقابل هالوضع هيدا؟ هل المحاكم عم تصدر أحكام تبعاً للقانون الجديد أو لا؟ هالأسئلة وغيرها بسرني أن أستضيف اليوم المحامي شرب الشرفين حتى نحكي سوا عن هالموضوع ونرد على بعض التساؤلات اللي بتهم المالكين وأحياناً المستأجرين على حد سواء. أهلا وسهلا أستاذ شربل. بحب أسألك، هالقانون اللي صدر انتو كمحامين واذا بدنا نحكي كملكين، راي المستاجرين رح نرجع له كملكين، شو رايكم بالقانون؟ اول شيء استاذ نبيل اسمح لي، اول شيء بدي اتشكر تيلي لوميير على الاستضافه، واسمح لي بس بلش اذا بدك خلاصه سريعه للموضوع للازمه. نحن استاذ نبيل هيدي الازمه عمرها 70 سنة، أزمة القوانين الاستثنائية المتعاقبة. معروف كقاعدة قانونية عامة أنه الإيجارات، الإيجار التأجير خاضع لحرية المتعاقدين مثله مثل أي عقد تاني. صحيح. إجا المشرع من 70 سنة لا اعتبارات كانت أنا ذاك بوقتها كانت مبررة وإلى تبريرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، إجا عمل كنترول، عمل حكم هالعلاقة بنصوص تشريعية استثنائية، وبشدد على كلمة استثنائية، هلا إلى قيمة قانونية هالكلمة، لأنه من 70 سنة لهلا كانت العلاقة ماشي الحال. بالسبعينات وبالستينات وبالخمسينات كان لا يزال المالك بالرغم من وجود قوانين استثنائية تحكم التمديد، يعني ما له حق يظاهر المستأجر من ملكه. إجا المشرع، كان المالك بوقتها بهالسنين هيدي يتقاضى بدل المثل بوقتها. أمتى اختلت العلاقة؟ مظبوط، اختلت العلاقة بالثمانينات، بأواسط الثمانينات، وقت اللي نزل سعر صرف الليرة. صار المالك يتقاضى غبرة المصاري مثل ما بيقولوا بالتعبير الشعبي. وبطل يقدر المالك يعيش. الأملاك كلها كمان المالك بده يصون هالأملاك. وللأسف شفنا يعني إذا بدك لوحة تراجيدية بانهيار مبنى فسوح. الله لا يجرب حدا ولا يحط محل المالك ولا محل المستأجرين اللي كانوا ضحايا. حملوا المالك وقت النتيجة، حملوا المالك المسؤولية، وهالمالك ما له علاقة بهيدا الموضوع. هو أصلا يعني ما بدنا نفوت بتحديد بقضية فسوح لأنه هو منه اللي عمر البنية أساسا، قضية سنوية مقابل الموضوع 100%. ولكن المالك هون تحمل، إجا المشرع شال عنه الحقوق وحط على كاهله، حط له على ظهره الأعباء والموجبات. هيدا وضع نحن باللغة القانونية بنسميه وضع شاذ. نعم. إلى أن جينا على 2400، على 2014. بال 2014 صدر قانون الإيجارات الجديد. بس صدر القانون بلشت حملة ممنهجة من التضليل وتشويه الصورة واعتماد أساليب ملتوية ونظريات مغلوطة لضرب القانون، ولحتى دعوة الناس وحضهم على وتحريضهم على تمرد على أحكام القانون. أنا ما بفهم كيف قانون بيصدر وفقا للأصول التشريعية بيطلعوا جماعة من الناس بتقول أنا ما بدي طبق القانون عال، لكن نحن بكرة بقول أنا ما بدي طبق قانون السير، ما بدي طبق قانون العقوبات، ساعتها منصير بشريعة الغاب. نعم. هيدا القانون يلي فسر هلا أنا تعقيبا على كلمتك اللي قلت إنه المستأجرين شافوا فيه تشريد. نعم. القانون لم يشرد أحد. نحن هلا بشهر 1/2017 صار له القانون، فتنا بالسنة الثالثة من تطبيق القانون.
وعم بيتطبق، وفي آلاف عقود الإيجار بالتراضي سندا للقانون صارت موقعة، وفي مئات وآلاف الأحكام اللي صارت صادرة من سنتين لهلا، ما شفنا حالة تشريد وحدة. وإذا في يطلعوا يقولوا لنا إياها، ولا حدا تشرد من بيته بالصورة الدراماتيكية اللي عم بيصوروا لنا إياها، ما حدا ظهر من بيته استعملوا ورجعوا للأسف لمفردات الحرب الأهلية، بيقولوا لك فرز طائفي، بدهم على وصلوا يحكوا على انه بدهم يفلوا الناس من بيوتها على اساس هويه وطائفه ومذهبه. عيب هالكلام، ما بيجوز ننعت المشرع اللبناني انه عم يعمل فرز طائفي. انا بدي اسالك استاذ شربي على الاشياء اللي هن بيقولوها، مثلا هن بيحكوا انه بالنسبه للتشريد بعد 9 سنوات والمستاجر بفل بدون اي بدل، كتير هالشيء مزبوط هذا او لا؟ مش مزبوط. اول شيء ما نستعمل كلمات كمان، مش حضرتك يعني هن ما لا نستعمل، نحن عم نرد على تساؤلاتهم، مش ما نستعمل كلمات متطرفه. التشريد شو معناتها؟ طيب هالمالك انه بيطلع من البيت ما عنده مسكن، هالمالك هيدا اللي ما عم بياخذ اجار ملكه مش تشريد، هيدا ابن المالك يلي عم بيتجوز وما عنده ببنايه بيو، يبقى المالك عنده بنايه فيها 20 شقه وعنده 4 اولاد او ولدين او ولد، عم بيتجوز ويفله، عم يتجوزوا ويستأجروا هلا على الأجار الجديد بأغلى الأسمان برا، ما له حق هالولد هيدا ياخذ بملك بيو شقة. القانون الجديد ما أعطاه للملك الاسترداد المأجور 100%، لقاء تعويض هلا بعده رجعوا، يعني ضللوا المستأجر وقالوا له ما بقى في تعويض، لقينا طلعنا بالقانون لقينا في تعويض. نعم، انه هلا يعني المالك اذا بده يتجوز ابنه، خلينا هيك نفصل بعض الشيء للمشاهدين اللي ما بيعرفوا، في يقدم دعوه اسمها استرداد للضروره العائليه، بس بده يدفع تعويضات. اكيد بده يدفع تعويض، يعني هي اول نقطه ما فيها تشريد. لا اكيد ما أوكي. حدا بده يشرد حدا استاذ نبيل، هيدي كلها بروباغندا، لانه هيدي بنسمعها الفاظ هيك بالتلفزيونات، بروباغندا وشعارات للاستهلاك الاعلامي، هيدي للاسف ما لها قيمه، اي قيمه بالمحاكم. طيب يعني قبل 9 سنين اذا المالك بده يسترد المأجور له حق يسترده مقابل تعويض كمان، ما هيك؟ ايه طب قبل 9 سنين يعني هلا بالفتره هيدي. طيب اذا بده يزيد الاجار هلا خلينا رح نحكي بالتفاصيل، بس ضمن السياق لكفي بصدور القانون. صدر هالقانون ومثل ما قلت لك قامت حمله كبيره لحتى يجربوا انه يجهدوه، ليجربوا انه يمنعوا تطبيقه، ما مش الحال. القضاء ملتزم بتطبيق القانون وعم بيصدر مثل ما قلت لك مئات وآلاف الأحكام، وعندي مثل عنهم هون. اجوا راحوا احتكموا للمجلس الدستوري يلي هو أعلى سلطة دستورية بلبنان للبت بدستورية القوانين، طعنوا عبر 10 نواب بدستورية قانون الإيجارات، وصدر قرار المجلس الدستوري يلي هو وثيقة تاريخية أقرت بظلم المالك، بالظلم اللي لاحق بالمالك، قالت إنه قوانين الإيجارات الاستثنائية المتعاقبة هي انتهاك لحق المساواة بين المواطنين. قال المجلس الدستوري إنه قوانين الإيجارات الاستثنائية هي تعرض مستمر لحرية التعاقد، وقال إنه هي هيدي القوانين تعسف باستعمال الحق. يعني هيدي الوثيقة التاريخية اللي أصدرها المجلس الدستوري، هيدي صارت القرارات بالمفهوم الدستوري، قرارات المجلس بتساوي الدستور، هيدي وثيقة دستورية أقر فيها المجلس الدستوري بوجع المالك وبحق المالك وبحقوق المالك. امتى صدرت هيدي؟ هيدا صدر ب6/8/2014. نعم القرار، ونشر بالجريدة الرسمية بملحق العدد 34 ب13/8/2014. عم بيستندوا له المحاكم هلا؟ طبعا عم بيستندوا له، وبعدهم جماعة ما بدنا ندخل بالاسماء، بعضهم بعض الجماعات عم بفوتوا ويضللوا، هن اللي احتكموا للمجلس الدستوري ورجعوا تنكروا للقرار، بس طلع القرار مجلس الدستوري. بنشوفهم بالشارع، بينزلوا بالشارع بيقولوا طيب نحن القانون غير نافذ، وبيرفعوا لك اياها على ارمات، وبيمشوا بالشوارع وبيقولوا القانون غير نافذ وقانون تشريد وتهجير. طيب القانون عطاهم الصندوق، وهلا رح نحكي ليش واقف الصندوق. القانون عطاهم الايجار التملكي، القانون عطاهم حوافز ما بتبلش وما بتخلص. اذا بتقرا بنصوص القانون صحيح فينا نفصلها اذا بتحب، اذا في وقت.
هودي الامور كلها نسينا وبس عم ينزلوا لحتى يخلوا حق المالك رهينه بايدهم، وبقول لك انه ايه انا بدي انطر للدوله تعمل سياسه اسكانيه. وين كنتوا من 92 لهلا؟ انا بدي اتوجه مباشره لهالتجمعات ولهالاشخاص هودي، وين كنتوا من 92 لهلا؟ وين كانت السياسه؟ هلا خلقت امبارح بالليل السياسه الاسكانيه، او مطالبتكم بالسياسه الاسكانيه خلقت امبارح بالليل؟ ليه ما بتنزلوا بالشارع بتطالبوا الزياده، بتطالبوا الدوله من 92 لهلا؟ ليه ما نزلتوا طلبتوا الدوله بالسياسه الاسكانيه؟ طلبتوا بانشاء تجمعات سكنيه مثل ما في على غرار الدول المتقدمه؟ ليه ما طلبتوا بتصحيح الوضع؟ ليش بس ينزل قانون اجار او بس ينحكى جو عام بالبلد بقانون اجار بتنزلوا وبتتظاهروا ضد المالك؟ لانه استاذ نبيل في ناس بيقول لك، بيطلع بيقول لك انا ماني ضد المالك، انا بعرف انه المالك موجوع وبعرف انه المالك عنده حق له حق. هيدا الكلام وين بنصرفه يا استاذ نبيل؟ المالك ما في ياخذ صوره بنايته ويفرجيها لمستشفى ويفوت ابنه على مستشفى. صحيح. المالك ما في ياخذ صوره بنايته ويعلم ابنه بالجامعه وبالمدارس. المالك ما في ياخذ صوره بنايته ويفوت على السوبر ماركت يشتري اكل لبيته ولا يشتري ثياب لاولاده. هيدي كلام للاستهلاك الاعلامي مثل ما قلنا، ما بيقدم ولا بياخر. انت مع حق المالك؟ نحن ننزل نحن وياك بنتظاهر بوجه المشرع وبوجه الدوله لاقرار السياسة الإسكانية و فيها تبني مساكن 100% والإيجار التملكي والصندوق. بس ما فينا نجي نحن هلأ بشكل هيك ننزل، بس موسمية العملية صارت قصة موسمية. وقت اللي بينحكى على قانون الأجار بينزلوا هو الجماعات بيتظاهروا بيقول لك قانون مش حفوة، ما بيخلوا ولا ببقوا بالقانون. وبنجي منلاقي انه وقت اللي بتروق هملوجة القانون كانوا من قبل، يعني قبل صدور يحكوا انه بده يطلع قانون أجار جديد، كانوا ينزلوا بالشارع، كان عندهم بعض النواب المؤيدين لهم كانوا يرجعوا يردوا للقانون ادراج المجلس النيابي وتسكت الحمله. بعد جمعه من انه وقت اللي بينحط بالجرور القانون او مشروع القانون او اقتراح القانون كنا نلاقيهم راحوا رجعوا قعدوا ببيوتهم. وين بطل؟ لكن بطل في سياسه اسكانيه، بطلوا عم بيطالبوا بحقهم بالسكن المقدس والمكرس، حق الملكيه كمان مقدس ومكرس. اذا بتجيبوا بدي ارجع لا كيف ما برمتها يا استاذ نبيل، اخلاقيا ودينيا. انا بدي بلش بالناحيه الدينيه. نحن بتل اليومير ونحن بنتوجه للمشاهدين يلي هن ملتزمين، نحن بنقول لهم ورد بالانجيل بوصايا الله العشر لا تشتهي مقتنى غيرك. والمسيح قال بالعهد الجديد، قال انه اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هودي نحن اذا ما نمشي على تعاليم المسيح، نحن وغير ديانات كمان سماويه بتقر بهالموضوع هيدا، نحن اذا ما نمشي على تعاليم المسيح نحن بنعطي الناس حقوقها. ما بيقدر المسيح يخالف تعاليم الانجيل، وهي من اساس تعاليم الانجيل. هي واحد. اذا جينا على الناحيه الاخلاقيه، بالاخلاق كمان انا ما بقدر اقعد ببيت واحد تاني بالغصب. الناحيه الفلسفيه، الديانات الفلسفيه كيف ما برمتها بالقانون؟ المجلس الدستوري قلنا شو قال؟ هيدا انتهاك مستمر وتعرض متمادي لحق الملكية يلي هو مكرس ومقدس بموجب الدساتير وبموجب المواثيق العالمية والدولية يلي أقرت قرر المجلس النيابي ومشترك فيها، وأهم حقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يا عمي حق الإنسان بالتملك هيدا حق غريزة، حق من حق اساسيات حقوق الانسان، حق انه يكون عند ملك باي شيء كان، حق بملكي اني امتلك سياره، حق امتلك عقار، حق امتلك ثياب، حق امتلك منقولات من اي نوع كان. حق الملكيه هو حق مكرس ومقدس ومطلق، ما في شيء بحده الا المصلحه العامه. جينا على الاستملاك هذا شيء ثاني. استاذ شارب اذا بدنا نفوت شوي بالقانون، ليش تم ابطال اللجنه اللي كانت تحل المشاكل بين المالك والمستاجر؟ المجلس الدستوري مثل ما قلنا اجوا قدموا هالطعن قدامه، وطعنوا بالقانون ماده ماده، طعنوا بالقانون كله. ولو اراد المشرع او المجلس الدستوري لو اراد ابطال القانون برمته لكن فعل. نعم. لانه اول شيء هن مقدمين الطعن بكل مواد القانون،
اثنين عنده سلطة المجلس الدستوري، إذا مقدمين طعن بمادة واحدة بيقدر ينظر يعيد النظر بالقانون كله، هيدي من صلاحيته. أوكي. إجا المجلس الدستوري أبطل مادتين وفقرة، والقضاء اللبناني، القضاء اللبناني بأحكام صدرت باسم الشعب اللبناني، القضاء من محاكم بداية إلى استئناف ومحكمة التمييز بخلاف ما عم بيقولوا هني. نعم. والأحكام موجودين، مين ما كان في روح على العدلية ويطلع عليهم، والحكم أحكام علنية، مين ما كان في ياخد صورة عنها. هودي القضاء قال إنه الإبطال الجزئي، وهي مبادئ عامة بالقانون مش نحن مخترعينها، عمرها آلاف السنين، الإبطال الجزئي لا يعني الإبطال الكلي، والمجلس الدستوري أبطل مادتين وفقرة، الإبطال منحصر بهالمادتين والفقرة اللي أبطلوا. طيب شو بيأثروا هودي أستاذ شرقي على تطبيق القانون؟ هي اللجنة. اللجنة هلا بقول لك ما لهم أي تأثير على تطبيق القانون، القانون فيه 58 مادة، هودي مادتين وفقرة هن باطلين، 56 مادة الباقيين شغالين والقضاء عم بيحكم بموجبهم. في أحكام، ليش بيقولوا إنه ما في أحكام عم تصدر؟ شو السبب؟ مش مزبوط هذا الكلام، هيدا الأحكام عم نفرجيك ياهن على الهواء، وإذا في عدة أحكام يعني صدرت هلا في حكم واحد صدر طبق القانون القديم. نعم. ولكن حكم يتيم هيدا، نحن أكيد نحن مالنا ببلد توتاليتاري. نعم. نحن مالنا ببلد بنقول له للقاضي احكم هيك، كل القضاة بيحكموا، كل قاضي عنده وجهة نظر. اجتهاد. نحن عندنا بالمفهوم القانوني استقرار الاجتهاد. استقرار الاجتهاد مش معناتها اجماع الاجتهاد، لما يطلع حكم مقابل الاف الاحكام يعني في استقرار اجتهاد بوجهه معينه. نعم. هلا المجلس الدستوري سالتني ليه ابطل اللجنه. نعم. اللجنه بالنص الاساسي لما نزل قانون الايجارات كان ما لها طريق طعن، كانت اللجنه اللي مؤلفه من قاضي رئيس وممثل عن وزاره الماليه، ممثل عن وزاره الشؤون الاجتماعيه، ممثل عن المالكين، وممثل عن المستاجرين. اجى المجلس الدستوري شرح على هاي اللجنه قدامه، قال انه هيدي ما عندها صفات اللجنه القضائيه وما فينا نعطيها صفه اللجنه القضائيه، لانه اول شيء اعضائها ما عندهم حصانه، ومفروض نعطيهم حصانه ليكون منزه العضو وليكون يقدر يحكم مزبوط بالعدل. اثنين اجى قال طيب هاللجنه انتم ما اعطيتوها طريق طعن باحكامها، نعمل انه احكامها مبرمه. نعم. وهاللجنه ممكن تكون على خطا مش معناتها، والمحاكمة على درجتين هو مبدأ دستوري وحق من حقوق الإنسان، لهالسبب أبطلت اللجنة. وبالتعديلات الجديدة، نحن خاصة هلأ عم نحكي بالتعديلات يلي هلأ تتزامن الحلقة مع انعقاد المجلس النيابي الكريم، يلي نحن بنتمنى على نواب الأمة إنه يتطلعوا مثل ما أقروا بال 2014 قانون الإيجارات الجديد، وأعطوا جزء من حق المالك، جزء برجع بقول، لانه المالك ما اخذ حقه 100%، ونحن قبلانين بهذا الموضوع، نحن قبلانين لانه نحن جزء من الحل، ما رح نكون نحن حاسب الدوليق وما رح نكون جزء من المشكل، نحن جزء من الحل. مثل ما اقروا بال 2014 باكثريه 90 نايب، اكثريه موصوفه، اقروا قانون الايجارات الجديد واعادوا جزئيا حق المالك، هلا يقروا ويلتزموا بالتعديلات. هيدي مناشدة بدنا نناشدهم من القلب ووقف الضمير لنواب الأمة، المالك ما بقى يقدر يحمل، المالك مثل ما قلنا صار فقير، المالك عنده التزامات، المالك وقع على عقود رضائية صار له من 2014 لهلا، في أحكام طلعت، في أحكام مبرمة طلعت، ما بقى فينا نرجع إلى الوراء ونرجع نوقف العمل بالقانون مثل ما بدهم بعض النواب لمصالح شخصية، نرجع نوقف الموضوع ونرجع نمشي على القانون 160 على 92، هي بتكون جريمة بحق المالك. إذا بدك تمشي فيه بدك تلغي هذا القانون. لمين؟ إذا بدهم يمشوا فيه للقانون اللي عم تقول عنه، القانون القديم. لا أكيد، لا لا، في اقتراح مقدم من أحد النواب إنه وقف العمل بالقانون الجديد وتمديد القانون السابق، هيدي جريمة بحق الوطن قبل ما تكون جريمة بحق المالك، هيدي جريمة بحق الاقتصاد اللبناني. بالنتيجة المالك ممنوع يضل ملكه رهينة حدا. المالك ملكه رح يكون بده يكون حر مثل كل كل دول العالم يعني. مثل كل دول، ليش عنا ازدواجيه بالتشريع نحن؟ ليش انا هلا اذا بدي اجر ملكي باجره على عقد على 3 سنين وبقدر اقول له للمستاجر بعد 3 سنين كفي بشروط جديده، او بقدر اقول له الله معك واذا اخل فيك تطلعه قبل 3 سنين؟ طبعا طبعا اكيد، اذا اخل بموجباته التعاقديه في القضاء بقرر الموضوع. ليش فيي انا اقول له ولهيداك المستاجر اللي بيكون بنفس الطابق شقه هون
شقة هون ما في أعمل هذا الشيء. ليش عندنا ازدواجية بالتشريع بعقد الأجاري؟ لازم يرجع التشريع لكنف قانون الموجبات والعقود، بطل كل الدول المجاورة، الأردن، سوريا، البحرين، فلسطين، كلهم طلعوا من الإيجارات الاستثنائية وأصدروا قوانين هلأ تزامنت مع صدور تحرير العقود 100% تزامنت مع صدور القانون اللبناني. يعني بال2013 وال2014 وال2015 كل هالدول ومننا لبنان أصدروا، ثائبت أنه أصدروا بنفس الوقت، وعندي التشريعات معي. وعلى فكرة المشرع الأردني والمشرع الفلسطيني والمشرع السوري والمشرع البحريني كانوا أشد وطأة على المستأجر من المشرع اللبناني. المشرع اللبناني كان رحوم أكثر، عطاهم حوافز. هلأ مش ما في عنا وقت ندخل بتفاصيل القوانين المقارنة بالدول المجاورة. المشرع اللبناني عطاهم حوافز، عطاهم صندوق، عطاهم إيجار تملكي، عطاهم إذا بيقدر يشتري، إذا بفيد صار توافق بين المالك والمستأجر على شراء المأجور يعفى من التسجيل. وهلأ في أحكام رفضوا أمنا السجل يعفوا المستأجر من التسجيل، لجأ للقضاء المستأجر وأخذوا أحكام أنه لا، المادة 34 من قانون الإيجارات لازم يتطبق ويعفى المستأجر من رسم التسجيل. طيب هل كل هل الكم الهائل من الحوافز ليش رفضوها؟ عندهم في البعض منهم، أكيد أنا ما بدي أقول 100% من المستأجرين، أكيد لا، لأنه في عم أقول لك ألاف العقود توقعت بين المالك والمستأجر. في بعض المستأجرين وكل قليلة من المستأجرين يريدون إبقاء أو تمديد إبقاء الحال على ما هو عليه وتمديد إقامتهم بالمجان. هذا ما بيجوز كرمال مستأجر أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة نعطي البلد بأمه وأبوه ونعطي ونضل مصادرين حقوق المالك مثل سياسة التأميم. هيدي صرنا. أنا بدي أسألك أستاذ شربل، بالنسبة لتحديد بدل المثل رضائيا، نعم، عم بيصير عم بيتطبق هلأ؟ بلش يتطبق؟ أكيد أكيد بلش يتطبق رضاء وقضاء. في أحكام قضائية طلعت بتحديد بدل المثل وإلزام المستأجر بدفعه، هيدي غير عن الاتفاقات الرضائية اللي تم توقيع بالألاف. طيب نحن بالألاف. نحن إذا بدنا نرد بيقولوا هلأ بدل المثل يزيد 5% يمكن؟ هو بدل المثل استنادا، وهيدي الريت العالمية، نعم، استنادا للمبادئ الاقتصادية، البدل المثل هو 5% من قيمة المأجور، معروفة عالميا. من قيمة المأجور. طيب إذا اختلفوا على الموسوعات الاقتصادية ويعرفوها، إذا اختلفوا على تخمين المأجور شو هم تجنت لجنة مخمنين؟ هلأ القانون قال أول شيء جربوا اتفقوا بالتراضي. أوكي. إذا ما صار اتفاق بالتراضي بيلجأ المالك إلى خبيرين بخمنوا المأجور، ببلغ تقريره للمستأجر يلي معه مهلة شهرين لكمان يلجأ للخبرة ويقدم تقرير مقابل إذا ما عجبه تقرير المالك. بكل بساطة هون المالك وقت اللي بيتبلغ تقرير بعد شهرين من المستأجر أو خلال مهلة الشهرين له حق هون المالك إنه بيقول له للمستأجر أنا قبلت بتقريرك، وبيبعت له إذا بدك كتاب ليدفع البدلات، أو إذا التقرير فيه يعني فيه كتير فرق بده يلجأ للقضاء ليحدد بدل المثل، والقضاء هيك عم بيعمل هلا. طيب من بعد سنتين وشوي على صدور القانون استاذ شربل، فينا نقول انه في نسبة كبيرة من تحديد بدل المثل تمت رضائيا او قضائيا؟ أكيد أكيد. او عم بقول لك الاف العقود تم توقيعها بين المالكين والمستأجرين بالتراضي. بالتراضي، لانه مش مثل ما عم بيصوروا انه صار البدل الاجار 20 و30 ألف دولار. 20 و30 ألف دولار صار بدل أجار لشقة حقها مليونين دولار ومليون دولار وبمناطق مصنفة. ما في أنا أقعد بالمنارة وبرأس بيروت وبفردان وبالرمل البيضة وعلى الروشة وادفع مليون ليرة بالسنة أو ادفع 500 ألف بالسنة. بالمناطق كلها الداخلية وضواحي بيروت والمناطق يلي بتبعد عن قلب العاصمة وهيدا البدلات مش هيك إطلاقا. بال6 آلاف دولار بدل المثل ماكسيموم بيوصل لل10 آلاف دولار. بقلب بيروت غير قصة، غير موضوع، لأنه بالنتيجة عم تحكيني بأغلى مناطق ببيروت، منارة، روشة، راس بيروت، هودة يلي مستأجرين فيهم يا أستاذ نبيل أصلا هن ميسوري الحال. ما فينا حتى بال70s يلي كان أجاره 10 آلاف بالسنة كان يستأجر برا بألف بضواحي بيروت، كان ياخد بيروت ب10 آلاف ليرة بالسنة أو 5 آلاف بالسنة. هودي كانوا من الميسورين. ما فيهم يجي يقولوا لي هلا انا بدي ضل قاعد
بمنطقه مصنفه وشقه 300 متر على الروشه وما بدي ادفع. طيب اقعد، ما حدا بده يكبك برا، بس اقعد ادفع الاجار، مش اقعد ببلاش بشقه 300 متر. وعندنا حاله في شخص مالك قاعد باوتيل وعنده شقه 300 متر قاعدين فيها ناس ما عم بيقبلوا يدفعوا بدل المثل، مع العلم انه هو قبل بتقريرهم. هن جابوا خبيرين خمنوا، رجعوا من بعد ما هو جاب خبيرين، هن جابوا خبيرين قبل بتقريرهم وهن ما بدهم. طب ما قبل بتقريركم، شو بدكم بعد؟ طب هن عم بيقولوا انه هالقانون بيظلم ذوي الدخل المحدود، انت كيف بتشوفه؟ اول شيء ذوي الدخل المحدود مش هالعدد المضخم والمبالغ فيه اللي عم بيصوروه. ذوي الدخل المحدود هن موضوع دراسه عرضت بلجنه الاداره والعدل، وانشئ الصندوق او تم انشاء الصندوق بناء لهالدراسه هيدي، يلي هو صندوق بكلف 1.9 مليار دولار على 9 سنين، يعني ما يعادل حوالي 100 لـ 136 مليون دولار بالسنه. طب ليه ما بلشوا يدفعوا تيحلوا المشكله، تيساهم الدوله تساهم بحل ليش المشكلة؟ خلوا الصندوق هن او التجمعات اللي بتحكي باسمه خلت الصندوق ينشا. ما اول ما طلع القانون طعنوا فيه وابطال اللجنه، ابطال اللجنه اللي هي بتحدد مين المستفيد من الصندوق، وهي اللي بتحدد او بتأمر الدائره الماليه المختصه انه تدفع، ابطلت. ولهالسبب وقف الصندوق. المستاجرين بلبنان لازم يحاسبوا الاشخاص يلي بيحكوا باسمهم او بيدعوا انه هن بيحكوا باسمهم. هن وقفوا لهم الصندوق مش نحن. نحن بكل بياناتنا اللي بتنزل لتجمع المالكين ونقابه المالكين من سنتين لهلا وموجوده كلها على الانترنت، مين ما كان فيه يفوت يشوفها، المطالبه لالنا عم نطالب لهم لالهم. نحن مطالبتنا الدولة بإنشاء الصندوق وأقرار قانون الإيجار التملكي، هن ما عندهم هالمطالبة هاي. بكل بياناتهم وكل ظهورهم الإعلامي وكل حملاتهم الإعلامية وكل تحركاتهم بالشارع، القانون غير نافذ. تعا فتش إنه طيب خي طالب بينزل واحد بطالب لقاله بمكتسب معين، لا، هن عم بطالبوا بصلب المالك، عم بطالبوا بذبح المالك، عم بيطالبوا بابقاء المالك رهينة لقلون، وبس يظهروا بدهم فدية. نحن منسميه التعويض فدية. التعويض بالمفهوم القانوني يعطى للمتضرر وليس للمستفيد. هن مستفيدين على مدى عشرات السنين، ما بحق لهم بتعويض، لكن المشرع وخلافا لاحكام القانون والمبادئ العامة اعطاهم تعويض. نضرب سلام للقانون، وعم بيدفعوا المالكين تعويض، ولكن بالمفهوم القانوني والشرعي هيدا التعويض لا يجوز. عم ندفع تعويضات، هن بدهم التعويض يوازي نص قيمة المأجور. امتى كان المستأجر شريك المالك ليدفع له نص قيمة المأجور؟ طب ما عم بفهم، ما انت مستفيد وقاعد وما حدا عم بقول لك مرحبا ومتصرف بالمال مثل ما بدك بالمأجور. بس برأيك استاذ شربل انه اذا المستأجر ذوي الدخل المحدود اخذوا تعويض معين، لو الصندوق موجود ممكن يحل مشكله، يعني بيقدر طبعا يتملك شقه صغيره طبعا. نحن ما حدا يصورنا نحن ضد المستاجر الفقير، صورونا وكانه نحن ضد المستاجر الفقير او ضد المستاجر من ذوي الدخل المحدود. في مالكين هذا المستاجر اذا عندهم، وهن بتعرف كله بيعرف بعضه، يعني بيكونوا قاعدين بنفس البنايه بيعرفوا بعضهم. هالمالك عم بحطه للمستاجر بقلبه وعم بيساعده قد ما فيه، بس كمان هالمالك عمل استثمار وحد جنى عمره بهالبناية. نجي هيك نحرمه من حياته ونحرم ولاده من رزقه. وفي قول مأسور، قطع الأرزاق من قطع الأعناق. نحن عم نذبحه للمالك، نحن عم نعمل جريمة بحق المالك. هيك منجي نحن منقشطه ملكه بطريقة بسيطة، هيك منقول له ما لك حق إلا تاخد 200,000 بالسنة. واللي عم بيقول انه ما فيش 200,000 بالسنه وما فيش 20,000 بالشهر، يروح على البلديات يشوف في ونص. انا عندي شخصيا 15,000 ليره بالشهر. يستحوا بقى، يعني ما على شيء. واحد بيوصل اخر شيء لحد ما بدي اقول كلمه اذا بدك نافره او كلمه هيدا، بيوصل واحد لحد القرف بالاخر. طيب انه حق مش عم بقدر ياخده بدولة قانون ومؤسسات. هلا عصيرة ال 15,000، اذا حضرتك مالك وفي مستأجر عم بيدفع 15,000 وما التزم بموجب القانون بالبدل المثل العادل، شو عم تعملوا هلا؟ نحن عم نلجأ المالكين كلها
عم تلجأ للطرق القانونية بتحصيل حقوقها، عم بيكلفوا خبراء وعم بيجيب المستأجر خبراء، وعم إذا تراضوا على في ناس كتير عم بيتراضوا من بعض الخبراء. أوكي، إذا ما تراضوا المحاكم أكيد أكيد عم بيلجأ للقضاء، ونحن عنا الحصن المنيع والحصن الآخر هو القضاء. وين بدنا نروح؟ بدي أسألك، بدي أروح على القضاء اللبناني يلي أنا كمحامي وكرجل قانون أنا عندي ملء الثقة بالقضاء اللبناني وعم بيعطي حقوق الناس، ولا مرة قاد امتنع عن الحكم برغم التهويل والتهديد اللي تعرضوا له بعض القضاة بالإعلام وعلى شاشات التلفزيون وعلى بالجرايد وبالهيدا. بالرغم من هيدا الشيء كله بقي القضاء مشكور ملتزم بأحكام القانونية وعم بيطبق القانون، وأنا بوجه تحية لكل قاضي شريف عم بيمشي، وكل القضاة عندنا شرفاء بهالبلد عم بيمشوا بتطبيق القوانين كلها مش بس قانون الأجار. هو يمكن لو في سياسة إسكانية ما كانت فوتتكم بعضكم المال. يا أستاذ نبيل، ترافقت مع صدور القانون على راسي. السياسة الإسكانية ما بتنشأ بكبزة زر، بدها دراسات اقتصادية وجدوى و بدنا نقعد بعد 70 سنة لا تاني. بس 9 سنين كافيين، كانوا في اللي يعملوا سياسة إسكانية. المجلس بتمشي الدستوري بالتسع سنين مع تطبيق المجلس الأنون. الدستوري بقراره قال لهم أنه القانون الجديد أعطى مهلا معقولة صحيح لحل الأزمة، أنه بتسع سنين فيك تعمل سياسة إسكانية كدولة 100%. واللي قلته قبل عن قصة القانون شددت على كلمة استثنائي، قلت لك أنه هي لها قيمة. القانون الاستثنائي لا ينشئ حقوق مكتسبة. بقول لك المستأجر أنا تعودت على النيفو دو في يعني، صحيح، وتعودت وصار عندي حق مكتسب لا حقوق مكتسبة استنادا لقوانين استثنائية، لأنه الاستثناء لو دام 70 سنة بده يجي وقت المشرع يقطشه، بده يجي الوقت المشرع يوقفه. هذا الشيء اللي قاله المجلس الدستوري، انه كان على المستأجر ان يتنبأ للمتغيرات يلي هي يعني. قانون الاستثنائي هو قانون اذا بدك مؤقت هلا دام 70 سنة مثل كل الاستثناءات عندنا بالبلد. في بعض الاستثناءات بتدوم طويلا، ولكن اجى بال 2014 المشرع ووضع حد للاستثناء، وضع حد مش دغري، وضع حد متمادي ومتدرج بقانون برنامج عطات من 9 ل 12 سنة، وهن منهم قبلانين. مع العلم هن بال 2010 كانوا مطالبين ب7 سنين، اجى المشرع عطاهم بين 9 و12، رجعوا تنكروا عم بيتنكروا للمذكرات تبعهم. ما نحن عنا الارشيف كله موجود، كل المذكرات اللي كانوا يقدموها للنواب وللوزراء وللمسؤولين وللزعماء كلها عنا نسخ عنا، وهن مطالبين بوقتها بال 2010 مطالبين 7 سنين، اجى بال 2014 المشرع اعطاهم 9 ل 12 سنة، تنكروا، راحوا على المجلس الدستوري، بس طلع قرار المجلس الدستوري تنكروا. يعني للاسف للاسف انا عم ضوي بس لحتى حط المجتمع اللبناني والراي العام اللبناني قدام هالحقائق، وكل حقيقه انا قلتها في مقابلها مستند، نحن ما بنحكي بالهوى، نحن كل شيء بنقوله موجود الاثبات والمستند عليه. وبالتالي نحن كمالكين ما بقى نقبل انه املاكنا تنتهك، ولا بقى رح نقبل انه تستباح املاكنا وحقوقنا تكون مهدورة. نحن مثل ما طلبنا بحقوقنا رح نضل نطالب، وبدنا ناخدها لحقوقنا بالاخر. ونحن برجع بقول التعديلات، خليني فكرة اخيرة، بعرف يمكن الوقت دهمنا شوي. بدي احكي بس عن التعديلات يلي كمان عم بيتشوه للمستأجرين مضمون التعديلات. اجوا كذا نائب قدموا اقتراح من بعد ما قامت القيامة وقلنا عن حملات الممنهجة يلي اجت بوجه قانون الإيجار، زورا وبهتانا هاي الحملات، حملات تضليلية مطلقة. اجا بعض النواب قدموا اقتراحات، ومثل ما بنعرف كلنا انه القوانين القانون منه سند إلهي، القانون منتج بشري، هو ممكن يكون في امور مزبوطة، ممكن يكون في امور بدها ترجلوش. ولهالسبب كل القوانين بالعالم وبلبنان عرضة للتعديل، وهذه شغلة المجلس النيابي. اجوا قدموا اقتراحات قوانين، جمعوا هالاقتراحات وطلعوا اقرتها لجنة الادارة والعدل، اقرت جمعت هالاقتراحات واخذت منها. ومع العلم التعديلات هي على حساب المالك، يعني اجوا التعديلات اللي اقرتها لجنة الادارة والعدل اجت على حساب المالك، ونحن قبلانين. برجع ما يقولوا بكرة انه لا المالك مش عاجبه المستأجر، لا نحن عاجبنا بس ما نخلص، بده يشوف المالك نهاية النفق
بده يشوف الضوء الابيض باخر النفق الاسود. نحن استاذ شربل بس اعطيني دقيقتين بس، هيدي كثير مهمه خاصه نحن في جلسه تشريعيه. التعديلات نزلوا من 5% بدل المثل ل 4%، وسعوا مروحه المستفيدين من الصندوق من 3 مرات الحد الادنى ل 5 مرات الحد الادنى، فوتوا البناء الفخم بالصندوق. نعم. واعطيهم كمان، هودي ابرز التعديلات، وفي تعديلات تانية كمان ما في عنا وقت نحكي عنها. هودي التعديلات لمصلحه المستاجر. هلا بعض تجمعات المستاجرين عم تنزل ويضغطوا على النواب ويبعثوا لهم مسجات، وعم نعرف فيها عم بهددون بالتهديد والترغيب والترهيب، عم بيقولوا لهم ما تصوتوا على تعديلات لجنه الاداره والعدل، ليه؟ لانه بتصب مصلحتكم. ليش عم بيطلبوا منهم ما يصوتوا؟ لانه بدهم يضلوا شانقين المالك وصالبينه، هذا اللي بدهم اياه. بس نحن بنطلب بهالكلمه اخيره وفكره اخيره، بنطلب من نواب الامه وقفه ضمير ووقفه حق للمالك. هالمالك مواطن لبناني عنده نفس حقوق وواجبات المستاجر اللي هو مواطن مثله، اعطوه حق المالك. لانه عن جد نحن طفح الكيل، المالك ما بقى قادر يتحمل، ونحن بنتامل من المجلس النيابي انه تقرر التعديلات ونخلص من هالهمروجه يلي صار لنا سنتين عايشين فيها. نحن بنشكرك استاذ شربل على امل انه تنتهي هالخلافات بوقت قريب بين المالك والمستاجر، وتتوصل القوانين اللبنانيه مع سياسه اسكانيه طبعا انه يوضعوا حد هالخلافات. هيدا نحن بنتمناه، وياخد كل صاحب حق بس حقه. السياسة الإسكانية مش على حساب حق المالي. طبعا طبعا يعطونا حقنا ويرسموا سياسات قد ما بدهم. طبعا طبعا نتمنى انه كل صاحب حق يوصل لحقه. نحن نشكركم لمتابعتكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بحلقات أخرى.